running and going to win again. سأستمر في السباق الرئاسي ولن أسمح لمناظرة أن تمحو سنوات من العمل. هذا ما كان يردده جو بايدن على الدوام، مؤكداً في كل الأيام الماضية استمراره بالسباق نحو البيت الأبيض وقدرته على هزيمة ترامب. لكن يبدو أن أفراد حملة ترامب الانتخابية كانت لديهم توقعات تحمل بعضاً من كواليس ما جرى الأيام القليلة الماضية. فوثيقة سرية وبحسب بوليتيكو الأمريكية كشفت أن حملة ترامب بدأت تستعد لتنحي بايدن عن الترشح للبيت الأبيض في مايو الماضي، أي حتى قبل شهر كامل من أداء بايدن الموصوف بالمخيب للآمال في مناظرته مع ترامب، وأنها طرحت عدة سيناريوهات من بينها تنحي بايدن ثم حدوث تمرد من الداخل، أو قد تكون المسألة قدرية في إشارة لاحتمال وفاة الساكن الحالي للبيت الأبيض قبل الانتخابات بحسب وصف تلك المذكرة السرية التي اطلعت عليها مجلة بوليتيكو الأمريكية. المذكرة التي وزعها أحد موظفي حملة ترامب على كبار مسؤوليها تتألف من 11 صفحة وعنوانها مسودة سرية، كشفت كيف كانت حملة ترامب تتطلع منذ أشهر إلى احتمال مواجهة خصم ديمقراطي غير بايدن. هذه المذكرة وغيرها من منتجات أخرى للجمهوريين بحسب المجلة الأمريكية بدأت تظهر للعلن متضمنة خطط هجوم لاستهداف أي شخص يختاره الديمقراطيون، وأي شخص أيضاً يمكنه أن يكون مرشحاً محتملاً لمنصب نائب الرئيس.